تحية مجددة لكل متتبعات ومتتبعي قناة مبروك ليبريشن، تحية لكل المعتقلين السياسيين الذين يقبعون في زنازن النظام الرجعي الاستعماري الملكي المخزني، تحية لكل أصوات الحق التي تطالب بوطن تسود به العدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة الكاملة وحق المواطنة للجميع. تحية للصحافة الحرة وتحية للمناضلين والمناضلات الذين يرفضون السكوت أو الصمت عن ما يروج بوطننا المسلوب والمنهوب. إذا تحية لكم مني رفيقكم وأخوكم وصديقكم كما قلت كالعادة، أي تسمية جائزة، كمال من ولاية نيويورك، مواكبة منا تكثيف عملية التوعية وتكثيف عملية التواصل مع الناس الذين يتوقون فعلا إلى حياة أفضل والتي يتمنوا يشوفوا المغرب في وضع أفضل. اليوم نرجع لواحد الموضوع اللي هو موضوع إحساس كثير، هذا الموضوع عادة يدير المشاكل كاع، ولكن المناضلين اللي ما قادرينش يهضروا في المواضيع الحساسة ويحطوا أصابعهم على البؤر ديال التوتر ويقولوا هادي هنا كاين العيب، خوفا من أنهم يثيروا جدلية ولا يثيروا إزعاج ديال بعض الجهات معينة ولا بعض الأنواع ديال التفكير وبعض الإيديولوجيات المعينة، من الأحسن يتخلوا عن النضال، لأنه بغينا ولا كرهنا السياسة تتطلب منك أن تواجهها. وحنا انا تنستعد نواجه باخلاق بطبيعه الحال، بادبيات الاختلاف والخلاف وبادبيات النقد والنقد الذاتي الى اخره. كي تيبدا السبان تنغلق داك النافذه ديال النقاش وتنهمل هذاك الشخص اللي تيبدا يسب ولا اللي تيبغي يبني عليك شغل ديال الاعصاب. اذا اليوم غنرجع ونتكلم الموضوع بحساس كثير، واللي هو بما ان الحركه ديال التعبوية والحركة الناس المطالبين بالجمهورية بشتى مشاربهم الإيديولوجية، لأن مش إحنا كنا اللي تنطالبوا بجمهورية في المغرب، رحنا عدنا نفس التوجه الفكري ولا عدنا نفس التوجه الإيديولوجي، لا، ولكن أرضية حد أدنى عدنا هي أننا نريد أن نتحول من دولة ملكية أوتوقراطية مخزنية هذه ديال الريع إلى جمهورية، فين تيولي والانتخابات وصوت الشعب لهم وقع ولهم محدد، يعني تيقدروا يغيروا المسار ديال الدوله وتيقدروا يختاروا شكون اللي ماشي شكون كالشخص، حيت هنا فين غنرجع ونوضح هذا الشيء، تيحدوا اش من توجه واش من برنامج سياسي اللي غيصوتوا عليه باش يسير الوطن ديالهم في جهه او في اخرى. اذا بما انه بيننا هاد الناس اللي تيطالبوا بالجمهوريه، وهذا راه فينا الليبرالي، فينا الاشتراكي، فينا عشان نقول لكم الديمقراطي، فينا البيروقراطي، فينا الارستقراطي، فينا ولكن تنتقاطعوا في انه هو النظام الملكي هذا نظام اصبح متآكل، يعني ما يمكنش واحد العائله تتحكم في وطن كله. ايه كاينين بالمقابل، كاين الناس ديال عاوتاني الملكيه البرلمانيه والناس ديال المخزن الملكيه السوريه الى اخره. يعني نحاول نطرق لهذا شويه المواضيع لكل حاجه في جهه. انا هتكلم في اول على هذه الحركه ديال الجمهوريين. هاد الحركة الجمهوريين اللي مجموعة المناضلين بداوها هي فكرة كانت عند الناس من قد، يعني ملي كنت طالب في الجامعة كوني أنني كنت ذو توجه ماركسي لينيني، كنت أتمنى نشوف أنه الوطن ديالي خارج كما داروا البولشوفيين، خرجوه من الزار من الحضارة الإمبراطوريات الروسية ودخلوه إلى ما يسمى بالجمهورية ولا اتحاد الجمهوريات الاشتراكية إلى آخره. فعلى الأقل كان عندي حلم بالجمهورية، يعني بشكل أو بآخر توجهها هذاك يبقى قائم للنقاش. إذا هذه الحركة هذه بدات وتعرفت مشارب كثيرة، ولكن أنا اللي بغيت ندقق فيه دابا هو التواجد ديال التوجه الإسلامي داخل حركة الجمهوريين، أو يعني الناس تيقنعونا بانهم حاضرين داخل الحركه الجمهوريين وهم يمثلون شق اسلامي. اذا الشق الاسلامي باش تكون اسلامي تتكون تتحلم بانك
اللي يقول انه الناس اللي ما تيحكموش بما انزل الله وشريعة الله، يعني تيحلموا يحكموا بالشريعة الإلهية حسب المنظور الإسلامي بطبيعة الحال. احنا ما نتحدثوش على هذا. قبل ما ننطلق يجب من الانطلاق التمييز بين انني اتحدث عن الإسلاميين وبين انني اتحدث عن المسلمين. المسلمين باش تكون مسلم هو عندما تمارس الطقوس الإسلامية، يعني بين واضحة تما عندها الأركان ديالها باينين. الحقيقة عندها بعض الأركان، الركن الخامس هذاك اختياري لمن استطاع إليه سبيلا. عندها أركان سميتها الشهادتين، تقول أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، وعندها الزكاة وعندها الصوم وعندها الصلاة بترتيب، خليكم انتم ترتبوا فيها كي بغيتوا. المهم هادو هما الاربعه النقاط، لانني لا اعتقد انه الترتيب تم عنده، ربما عنده وقع كرونولوجي ولكن ما عندوش ترفع وحده على مستوى الاخرى. اذا اركان انك تكون مسلم ما فيهاش انك تطبق الشريعه الاسلاميه في الحكم باش تكون مسلم. تقدر تكون مسلم وما تطالبش بها، متوفره فيك الشروط انك مسلم في الديانه في العقيده، وانك رفعتي الشهادتين وتتصلي وتتصوم وتتزكي. الزكاة هذه هي في سياق تسيير الاقتصاد ديال ما يفهم بالدول ولا ما يفهم بالقبائل القديمة، انك تعاون الا درتك عندك تجارة ولا عندك هذا تزكي عليها، عندك فلاحة عندك الى اخره. اذا لا نختلف، لكن عندما اتحدث عن الاسلامي اتحول على الناس اللي انتقلوا من مرحلة انهم مسلمين وانتقلوا يريدون ان يحكموا باسم الاله، باسم الله، يريدون ان يحكمون باسم الله. اذا التاريخ ديالهم هنا باش نفهم انا الاسلامي ونشوف علاقته مع الجمهورية والنقشة، خصني نرجع للتاريخ ونشوف التاريخ ديال الحكم الاسلامي بمفهوم حكم بشريعة الاله. ما كايناش في التاريخ ديال الاسلام الحكم بالشريعة الاسلامية اي جمهورية، يعني انه لم تطبق قط مفهوم الجمهورية. واحد النهار بديت الحديث مع واحد الاخ من هاد التيارات هادو، قال لك الجمهورية بانت حتى الدولة الفرنسية. لا، جمهورية اول جمهورية حقيقية وناجحة كانت ديال الرومان، هما من اللي انصطلوا وداروا البرلمان وهو يحدد ويقرر التشريعي، وعطاو بانه من يمثله من غير ذاك الشيء هو سلطة تنفيذية فقط. يعني الجمهورية اقدم من الاسلام، كانت موجودة، لكن في تاريخ الاسلام كان ما يسمى بانها هناك السلاطين والخلفاء. في تاريخ الاسلام كلهم لم يتم انتخاب خليفة من طرف الشعب المحكوم، بل اعتمادا لما يقال انها امركم شورى بينكم، يعني هذوك الناس الريوس ديال القبيله والريوس اللي معروفين هما اللي تيقروا بيناتهم شكون اللي يقر. ما عمر شي خليفه ما خرج دخل للحكم وخرج بالانتخابات، لان جاوا صوتوا على واحد اخر احسن منه، لا اما تيموت اما تيتقتل اما يكون هناك انقلاب حضاره على حضاره اخرى. إذا باش تكون إسلامي وتؤمن بأنه وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وتتحدث على أنك مع الجمهورية، فخصك تكون عندك حالتين، إما أنك منافق تتدين على قد عقلنا باش ندخلوا وسطنا ومن بعد حنا نبدلوا المجهود ونوعيوا الناس ونوريهم هذا وندخلوا نناضلوا معاك باش في الآخر تقلب علينا كما حدث في التاريخ القريب، ونعطي النموذج. أو أنك خصك تكون شيعي، وانا اعتقد هاد السنه هادو خوتنا هادو تيقول لك الشيعي يعني المسيحي احسن له من الشيعي، اليهودي احسن له من الشيعي الى اخره، رغم على ان هاد الشيعه على ما تعلمت انا هما يعملون بنفس القران، فقط يرفضون السيره النبويه التي اتاهم بها الامويين واتاهم بها الناس اللي ما كانوش اصدقاء ديالهم. ولكن انا هذا ماشي شغلي، بيناتكم سنه شيعه طحنوا بعضياتكم، وهذه قرون ندخل بيناتكم، وانا اليوم في القرن 21 لا. ولكن باش تقول لي بانك تريد تطبيق الشريعه الاسلاميه وانك تتوق الى الجمهوريه، مستحيل، لانك انت في 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 مرجعيتك تتاكد بانه خليفه الله على ارضه، والخليفه هذا ما تتصوتش عليه بالتصويت الشعبي ديال الجمهور الجماهيري
اللي طبق عليه الجمهورية، وإنما هو بين مجلس الحكامة ومجلس الحكم ديال الشيوخ وهذا ولا أصحاب الشكارة والشيوخ إلى كذا، الأغنياء والأثرياء والأسياد وأولياء الأمر منهم، اللي هما الناس اللي يدفعوا الفلوس باش يشتريوا السلاح في الحرب، وتدفعوا الزكاة أكثر من عباد الله، والناس اللي تيفهموا في الفقه هما اللي تيقروا شكون اللي غيكون خليفة، ماشي الشعب. الشعب حتى تيسمعوا شكون اللي راه تم اختياره، كاين اللي تيستاء وتيثور وتيسميهم روافض الى اخره، يعني ها هي ما كايناش الديمقراطيه، ما عجبكمش الخليفه، ما كايناش، لا ما عجبكمش الخليفه خصكم تضربوا الطم. هذا التاريخ، انا تنهضر على التاريخ الحقيقي، خليني من داك التجميل ديال التاريخ. لا وحنا في ايام الامبراطوريات الاسلاميه كنا عظماء، ما كنا لا عظماء لا والو، كان الجيش قوي لان كانت الحرب بالسيوف وبالعنف البشري الجسدي، ما تعتمدش لا على عقل لا تكنولوجيا لا سلاح لا قنابل لا والو. اما الناس كان الفقر، وكانوا الناس تيمشيو تيتسناو داك السلطان ولا داك الامير ولا الاميره بنته باش تخرج للساحه تما، وتيرميو ليهم شويه الفلوس ويبداو يلقطوهم، وتيقول لك ها هما تيتم. ما كانش حتى في الحضاره العثمانيه كان الفقر، في الامويه كان الفقر، العباسيه كان الفقر، في الاندلسيه كان الفقر، كل شيء كان الفقر. يعني ما لان الفقر هو ماشي بالمنظور ديال الاسلام السياسي، لا ينظر للفقر كمسؤوليه مجتمع انساني. الفقر ليس مسؤوليه برامج اقتصاديه وبرامج سياسيه. كيقول لك الفقر انه سنه من سنن الحياه، الله خلق الغني وخلق الفقير، اذا ما تيتعاملوش معاه كانه حاله استعجاليه وجب وجود الحلول لها، لا تيحاولوا يقول لك داك الصداقه والانسان يدعو ويدعي ويتسنى مولاه يرزقه. اذا انا هذه النقطه ديال انك باش تكون تتحمل برنامج اسلامي في قلبك وتقول انك جمهوري، هي تناقض الجمهورية الوحيدة التي نتجت من بنظام يقول أنه يحكم باسم الشريعة الإسلامية، هو الثورة ديال الخميني. والنموذج اللي أعطيتكم هنا هو أنه الخميني والديمقراطيين والتقدميين والشيوعيين ناضلوا بجوج جنبا، ماشي بجوج هما كلهم جنبا إلى جنب ضد النظام ديال الشاه اللي هو ملكي وتشبه النظام الملكي ديال، ولكن بحكم ان قوه الاتباع ديال الخميني هذا كانوا اكثر، يعني على فجر نجاح الخطوه الاولى والنصر ديال الثوره والهروب الشاه وما تبقى من هذا، انقلبت الجيوش الخميني وبدات تذبح وتتقتل في التقدميين والشيوعيين وحزب العمال اللي كان داير معهم الثوره. وعلمني هذاك التاريخ كما اتعلم من التاريخ كله انه لا يمكن ان تثق في من لا يؤمنون بالاختلاف، يعتقدون ان كل ما يختلف عنهم هو كافر. وهذا هو نفس النموذج اللي تنعطي انا هنا، هو انه كيف يعقل على انك تريد وانت تتبنى فكر الخلافاتيه ومجلس الشورى الى اخره، وتقول لي على انك تتحلم بالجمهوريه. تناقض صريح. ما عمر كان التاريخ، مع التاريخ ديال الاسلام بالحكم بالاسلام السياسي والحكم باسم الشريعه الاسلاميه في التاريخ ديالها منذ انطلاقها الى اليوم، شيء اسمه الجمهوريه. اذا الناس اللي تيقولوا انا مع الشرع الاسلامي ودير الجمهوريه، اما منافقين اما هما تيفكروا يديروا لنا نفس القضيه ديال الخميني، لان الخميني هي غير اسم جمهوريه. لان هنا نرجع لواحد النقطه قلتها في البدايه ولكن لمحت لها وقلت انا نرجع لها، المفهوم ديال الانتخابات وهذا ماشي تغيير اسماء الاشخاص، مثلا ما في النادري يحكم عابدي يحكم العاده، ولكن هو يمثل نفس المؤسسه خلفه نفس البرنامج السياسي. الجمهوريه الديمقراطيه هي ان اللي تتعطي المختلف البرامج السياسيه والبرامج الاجتماعيه الحق في انها تخاطب الشعب وهما يختاروا برنامج ولا نمط انتاج ولا برنامج سياسي معين من هذوك اللي مقترحين نفسهم. اما الا كان كلهم هما اصلا كلهم يمثلون الحزب الوحيد اللي هو خميني، ولا كانوا مثلا كلهم يمثلون الحزب الوحيد اللي هو حزب العمال مثلا، انتقدت البولشوفيه انا، ليس هناك اختيارات، هي فقط واش غنختار فلان ولا فلان ولا فلان من هاد الناس هادو، ولكن البرنامج السياسي اللي خلفه هو نفس البرنامج الذي تقدم به الاخر ويمثله الاخر ويمثله الاخر، فقط نختار الاشخاص. وهذه ماشي ديمقراطيه،
لان تغيير الاسماء الاشخاص ليس ديمقراطيا. حتى حنا راه مرات يحكمهم مولاهم الحسن، مره مولاهم محمد، مره مولاهم يوسف، الاسماء تتغير، ولكن النظام الى بقى النظام هو هو راه ما لن يتغير في الامر شيء. اذا هناك خلل في الخطاب الذي يستعمله هاد الناس اللي تيقولوا على راسهم على اننا احنا مع الشريعه الاسلاميه ولكن مع الجمهوريه. هناك كذب، هناك نفاق. في بخصوص انهم تيقول لك لا احنا ما كرهناش علمانيه اردوغانيه، ما كايناش علمانيه اردوغانيه. اردوغاني هو ليس علماني. اردوغاني هو وصل وربح في الانتخابات في دوله هي علمانيه منذ سنه 1924 بدستورها الاول سنه 1924، واللي مصطفى كمال اتاتورك هو الذي وضع بند جديد، الغى البند اللي كان اسمه، وسيروا قلبوا عليها في ويكيبيديا، اللي كان اسمه هو ان دين الاسلام هو دين الدوله. وبهذا الخصوص هذا ملي تنقولوا لعباد الله اللي ما تيبغيوش يفهموا، اللي غيتغوتوا ما تيتصنتوش، فهمتيني، غيتقابلوا الكاميرا وبداو يجعقوا بدون ان يبحثون وبدون ان تكون عندهم مراجع اللي يثبتوا بها هضرتهم، غير تيتصنتوا للجزيره ولا القنوات ديال الصرف النفطي ديال الخليج الوهابيه والقنوات الاخوان المسلمين في مصر وهذا، وتيجي بيبقاو يصهلوا. لماذا نقول ان نظام محمد السادس ليس نظاما علمانيا؟ لانه دستوره على عكس دستور تركيا يقول ان الاسلام دين الدوله. اتاتورك لما اتوا هاد اتاتورك، هاد الناس اللي تيشبهوا الاردوغان وتيشبهوا هاد الاسلاميين والاخوان المسلمين وداك الشيء، كانوا تيسميوه بالتركيه ابني، وابني بالتركيه تتعني المثلي، زعما حيد جا وحيد دار العلمانيه، فكل علماني هو مثلي. ونفس الخطاب اللي تنتسنتوا ليه الناس دابا، تيقول لك العلمانيه هي المثليه هي الدعاره هي، ولكن دابا تفتخرون ان تركيا وصلت للي وصلت له هي تركيا. أردوغان ليس علماني. أردوغان وصل وربح رغم على أنه حزبه حزب إسلامي، ربح في الانتخابات لأن الدولة علمانية تقدم للجميع الحظوظ في أنهم يطرحوا البرنامج ديالهم الاجتماعي والسياسي في الانتخابات ويربحوا. لكن أردوغان هو نفسه وحزبه نفسهم عمرهم تحاولوا يناقشوا نريد إلغاء العلمانية من البند ديال الدستور التركي، لأنهم تعرفوا هو أنه هو سر وصولهم وهو الحل الوحيد لنجاح تركيا كدولة. أما ما تحقق في تركيا من 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 دفع المديونية وإلى آخره، فهذاك نقاش آخر وفايت الشرط ليه. فالوضع السياسي في المنطقة اللي فيها تركيا تتشرح نفسها، لأن أمريكا والتحالف ديالو حلف الشمال الأطلسي يريدون استعمال القواعد التركية في حالة حماية إسرائيل، غزو العراق، غزو سوريا، وهذاك الشيء تيكلف. وبعض المرات تكون التكلفة هو نعطيك تعطيني تخليني نستعمل هذه القواعد انا بهذه الطريقة هذه، وانا نحيد لك نعفيك من بعض المديونيات الى اخره. وهاك شغل هاك ورا، وهذا الشيء اللي داروه وليست عبقرية النظام السياسي. انا لا 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 لا, لا اهين هذا، ربما عندهم تصرفات مزيانة في تسيير الدولة ديال تركيا، ولكن اللي ما عرفوه هو انه الازعاج اللي انزعجوه المغاربة على اساس انه الفيسبوك واحد من اتحاد الشركات هذا ديال اللي بغاو الملكيه خلقاته، بغات تسميه على انه هو اليسار، هو ليس الا يسار الملك وليس اليسار الحقيقي، ان بغى يمنع الفيسبوك من المغرب. والناس انزعجت في المغرب، وتنشوف شي خوت من هادو اللي تيضلوا يحلموا باردوغان ويحلموا به، وتا هما منزعجين هذاك الديكتاتوريه. وراه في ظرف سنتين ونصف اردوغان منع الفيسبوك من تركيا 5 مرات، ومره واحده تمنع الفيسبوك واليوتيوب لمده تجاوزت 4 اشهر بامر منه، لانه شاف على انهم يستعملونه للتعبئه ضده. إذن بغض النظر، احنا هنا ماشي باش نناقشوا تركيا، ولكن انا اعطيت هذا المثال هذا، هو انه من يقول انه يؤمن بتطبيق ما يسمى بالشريعه الاسلاميه، رغم لحد الساعه حتى واحد ما قدر يحدد شنو هي الشريعه الاسلاميه، انه هو يريدها جمهوريه، فهو تيكذب علينا وتيلفق علينا وباغي غير يغدرنا واحد اليوم، وفي يوم من الايام غادي يتقلب علينا ويغدرنا. ليست هناك جمهوريه داخل ما يعرف بالتاريخ ديال استعمال الإسلام للحكم.
منذ ولادته إلى يومنا هذا. هناك شيء يشبه الملكية، هناك السلاطين وتورثوها لولادهم، وهناك الخلفاء اللي ملي تيموت هو ولا تيتقتل عاد تيجي خليفه اخر. ما كاينش ديك 4 سنين ويقلبوا على حل اخر، ما كايناش. وهذا هو خير بالي لابو بكر. يا قال انه تقتل مات مسموم، عمر بن الخطاب مات تقتل، علي، عثمان، الى اخره، حتى واحد فيهم ما جلس وتغير بالانتخابات. ما تبقى من الحضارات الامويين الى اخره كلهم يورثونها من ابن لابن اخيه لابيه الى اخيه، تماما كما هو التاريخ ديال العلويين بالمغرب، واللي هما بغاو هاد الخوت هادو اللي تنكروا عليهم، هما حكم اسلامي، حكموا بالاسلام وبالفقه الاسلام وبالدين الاسلام والشروط الاسلام، وداروا الزكاه وداروا الكورسير وداروا الجهاد وداروا نفس الشيء. اذا الا ما اعترفتوش بهذا التاريخ ديالهم وقلتوا على اننا حنا نطبقوا هذه الشريعه ونشوفوا كنوليو على الولي بحال شحال هذه، شحال هذه راه كانوا الناس تيموتوا غير بالجوع، والسلاطين ودار المخزن عامره ومقفله، في تركيا في العثمانيين نفس الشيء، في العلويين نفس الشيء، في الشرق اللي كانوا من قبلهم الامويين والعباسيين نفس الحالات. اذا ما تجيش تكذب علينا وتقول لنا انا اريد تطبيق الشريعه الاسلاميه ولكن بالجمهوريه، لان الوحيدين اللي داروها هما ايران، وايران ليست جمهوريه، لانها الحزب ديال الاسلاميين الخميني الخاميني هو الذي يقرر مصير البلاد. رغم ان تتغير الاسامي ويجي ناجد علي ولا احمد ناجد علي ولا ما عرفتش الاسماء ديالهم ما تحفظياش، يطبقون نفس التوجه. اذا تيحكمها نفس التوجه منذ الثوره ديال السبعينات. فباش ما نتزايدوش، هذه حلقة في خصوص هذه النقطة هكا، وغندير حلقة جاية بخصوص ما يعرف بالملكية البرلمانية. نهضر على لماذا الملكية البرلمانية ليست حلا بالمطلق، وإنما هي خطة مخزنية أخرى يريدون أن يروجون لها بأسماء ديال الناس، لها بعض التاريخ، أي بعض التاريخ فيما يسمى بالمعارضة. إذا من هذا الباب هذا أحيي مجددا كل المعتقلين السياسيين، وأطالب بإطلاق سراح كافتهم، وأتضامن مع الصحفي المهداوي في معركة البطل الفارغة، والبطل ناصر الزفزافي وعائلته اللي تهم مضربين على الطعام، وأطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين، محمد جلول، المهداوي إلى آخره، كلهم بدون استثناء، وحتى المعتقلين اللي مشاربهم السياسية والإيديولوجية ربما مشيئات تختلف معي، يعني أنهم يرفضون وجودي أنا أصلا كفكر في المغرب، ولكن أتضامن معهم. من حد الباب هذا أحييكم مجددا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة نجادل فيها ونمارس فيها الاختلاف والخلاف بشكل ديمقراطي، وتحياتي لكم، مع السلامة.